ಆಡಳಿತ ಲವ ಜೈ ತಂದಾಯೋದು ಉಡುಗೊನ ಹಕ್ಕಮೂ ಹರ್ಕವು ಮಾಡುವಾಗಿ الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلي كلن توعن ونعكسن دعوة ياشي هذا قيم جي قدرنتي إن جمع ذري هودا إن جل حريرة وكسر الوادا برامج كي تأكل هذا عيد ماذا قلب كسدة وأنا لا بح كوكلا ورقة دنجرني كأسو لحريرة تأكل ضد كصومالية أنا أقول بندق نصدي عيد ماذا قلب كسدة دبى أقول بسنا لهاين قيم تودر أقول قادم لهاين حصول دوب كدولة الصومالية أي أقول جرتو دلال كدبلوغ صنارين يو قلب كي ميزانية لهاين عيد ماذا حوج دلك الصومالية يقود هم كوا قلب كسدة إن أي شعب كنا قيم تودر كقاتان برامجك أيوة عاوة وفرحان حدق على بعض وأنت بدل برامج كان نلص سنجري نقول شيء كنجري هاد بوا حصورة قلي وعاوة مرتين نووي هاي أيان وحان وكوقي حدونا بوقشة ما أنت أيكو كرميرين حرد إذا ماذا عركة فسيوني تاس وإذا ماذا عركة أيكول قلان هاد بوا أيكلاس وشيء كيستين تسيلات كلا حريرة إذا ماذا سباهية هاي ضيع قبتر كي وحي وبهينين أسيجا ويوه اللي سو أسلع بعدي وحبين كأيضاً الجودة تأكل هذا عندما القلب كسيدا إسلام ركاسنا حبينا حو ومهم سن قربها ضدك الصومالية ذي كسوجن ضدك جارسيا برام باهيها عندما ذو أي قبان كمذا وقعدوا دارنا هنا أسل برامش كأي نقال سوق يبجل الهيد وقتها إنه كلالة يأوجس ونصور جل ويسي بس فرحان أي إن الجوجا فرحان مركو رسوله مركي حيقا وحان رباداتك الصوماليات إنا أينا لسعودسيو تضباد كان وحوها تضباد كدوان تضباد يدي هوريتو عيدا مدى قلب كسيدة الصوماليات وحي هلان ميزانية هوبيد أما الدفاعات كوود وقوة وينا وإي دولاد قدر الصومالي يقود ديقضي قاديد دقال وطراءها لحذن يسديد قارئة مركا فرحات قارة عيدا مدى قلب كسيدة الصوماليات واحد إن دولة الصومالية أي ميزان أنت هتلاقي لو ركتو أو كابي إذا ماذا ودود فرح المركو رسوله ومرك حاجة بوق شديد ما أنت إيه حردة إذا ماذا فسيوني إذا ماذا عرك الصومالية ما قفله وكله وهي سجلير يا دي ده وفرح سنة هاي إن أنا دنا ديب أكلنا وبرمامش كو سود ده هنا إنه وما الصومالية دافع دون كجوك توح لا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيدا أوشيجي وريوس سجلير إن أنا مع رتي ما أنت وجويجو يو فرحدة نجا مقطع إتهاي سيدي عن هرب وصو أرجني تركسون أما حردا تركي جو أوليس قرن كومادة الصومالية ديبوديسكي إيدانكا أو رجوين عن أساسكي أما جريدي إيدانكا الصومالية ولا هنجري هلكا لقى أبوري أو صومالي لو يعد إلا راسكن بوري أي مارتي أي كجيران دنيارتي الصومالية أو أوديرن أو ولي بنا أن أهين إسكا سوقر أما أدوغو سوق إيهو أوي مادين ربيتان كوغا يدل كوغا إلى مارت رجديسي يا مستقبل كيسي إذا كإركا يدوكا يبدبا مركا حويانا هذكي عن أيانتي هورا عن تركي أقول ما هاد نقيني إلى المانتنا أقول ما هاد نقنو ولا لهنا مسلم كقدر إلى المانت يجونا ساند ملتري أو مارت دمايستران إلى كيران أدي أد ما نقول فرحسنا هاي وأنا نقولهم بليننا إن ما أنت حدث سومالي دحين إن كي جس عبلي أما هاي مارتي هاي هوب جحسيدة كسوهر جدا أيسكو قلبون عين إن ما أنت كأود وين هذي نقطة نيت هذي نقطة كرتي يا هذي نقطة مارتي هوب أنت بع إن كأود وين أو سومالي تستي نبضها قاضي صور كي وما الحين فرماجة يا خير
رئيس وزارة خير يدولدنا حكومة نبادي نرول هاي سوورك إنو سوورية إنه رمودي بان بقول في البغضب وي وفرحان واسوسو لابنين أبرامشكا فرصة ماذا مساحبة كجراء وحي حلن دونان عقبة جراء مركة أبرامشكا ديب أيام دقيقة دقوبين كدب ديب سوسو لغن دونان نقط ونعكسن أو ذي أشياء التيم اللي يقدرن تيم على مدن يهود اللي قلنا سعدوا وحاب رامش كالمرة سو بيرتيا سلعب هذا وحب مهم وأه وجد جا تأكل إذا ما نقرب كسرة سنة اللي شيء جينا أه حبناها قربها ضد كصومالية ذي كل قن لسعودية باهيها كل دون أيضا كقلب كسرة قبان ذلك مريكن كأي واحد لسعودين إن أي بشر بدن كركولن تي dalal badan oo Yurub iyo Afrika oo Koonfur Afrika jaaliyada Soomaaliyeed oo kamid ay tahayna waxa la socon inay kulamo kula soo qaadatay sida ay qayb muhiim ah u qaadan lahaayeen dhismaha ama dib u dhiska ciidamada qalabka sida asli u soo dhow barnaamijka waxaanu faaqidaynay maanta booqashada xerada Fasiyooni ee Turksoom ee ay ciidamada walaalaha Turkigu u dhiseen ciidamada difaaca cirka maanta aad ku tagteen maxaad kala soo kulanteen bal aragtidii iyo fikradihii aad gaarsiiseen halkaas nala wadaag markii hore soo nadoo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكون وهاي تيجي قرن كأدي أدبر أمها سنتين كان سكن أدي سيسن وأنا جو بريت صدع صدع أو لو في دون هدي له رالك نقضه إن هنتي ما أنتوا حن بقني إن تلس كيجي إذا كأركا أما سلدي جاني وينا إذا كأركا إن إنكستو وتليه هني الدنيا سرة الدبل بيلوت وشقاء مهمة وسجيو مدحوينها آخر الله سيء مدنى محمد عبد الله محمد فرماجو يبرنامج إلى حين وعلى كل تلفون كا يقول جلي إنفورميشن كيسية كذب أيوة حنا أمري إن سراكيشي كل كحيلة دي سي ها على كلنا وأنا أنت بيش هوش أسيد هالك كسي وضنا قد بين وفود دين رنتي وأنا كفلي ويا وترس كي أكتر سنة الآن ذا وحوي رنتي إن sidaan ku arkay markii hore masiixada in runtii markii sanadkii hore ee markaan booqday igu horeeyay ilaa muddo dheer marka in haddana runtii uu dadaalay taliyaha aad iyo aad iyo aad u dadaalay khair Allah siiye ee taliyaha xigeenkiisa oo hadda aad u xanuunsan Ilaahay waxa uu rajaynayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo insha Allah ta'ala in waxa way saraakiisha aan la kulmay afkaartii aan kala qaadanay xirada sidee u egtahay runtii wali waan ka damqanayay runtii waxa loo baahan yahay on hadana ku celinay on ku celinay ku celin madaxdeena sharafta leh madaxweynaha ayaga sharafta leh iyo rais wasaaraha ayaga sharafta leh aan ka codsanaya ya madax meel ka sareeyso la salaaxa ma jirto on ka codsanaya inay il gooni ah ku fiiriyaan
تلسك عينك عركة ولو بهي هنتي إن لا ديرس السوء دبنو لنت هذه ضياري لكن ودولياش الأركو جلر هذا الأركو تكنيشنز كل الأركو هنقدر هذه أنت الله هذا جيو ضياري وسياب من رح رحان أو بدو دولينه وأنا كنا تبرم مش أنك فرنا وارهب الله وأنا تعلينا الأركو داو ديال هس ليس الله سعتان بوا قبل دوه الرئيسي دولية كنا قطع ديار دتك الصومالية ليه أصلي سلعت أركتان حماسة يوحي وحي فرصة جار أمانتا تلسك عيدن كعركة إنا يبوقتو بالكورن أصلي دب أي لورد السي دبوليس كاسي ما يهيبت لو مسلي كرو أما لو مل ليج كريو إذا ماذا دفاع عركة هذا ديار ذي مجران يدفاع عتك لكن دبوسه نورين يدلالو هدي بربركي مدة بربرك لو جرى كور قبته حرادة بالكورن دبوليس كهذا قاب كهذا لوسو مي إذا ماذا عركة أدي أت رنتي وحوي دبل بلوت خير الله سيطليها تليها إنك عرك دذال أدي أدي أت بقولك بقول أني كرو أيود دذالي جس أود أم بانجرين يا بجد يا مارت وحيابي ووينا ودي وأود هدو ونحلها هذا هو هرب مر لها هذا لو واحد كسوى ستيب باي ستيب إن شاء الله تعالى ود ذلك حرضي ولا ندي في سدى أنا قم قال هن وبحيث بس يصير كورة ضد مارتن بركة عيال وشي جوجل كرري حرضي ونظيف حرضي وإنك سو مارتي أبا هنت هاي مدوية وحيام بدن المارتين لجليو هذانا ها وحن وقبا هن هاي ومرح دينا مدحنا ذلك عيال وقبا هن هاي دذال بدن إلى مارتي الجونة ترسك عيدك عرك كفر يعني إذا كعص سنيا مدن يا إذا كعص سنيا إن شاء الله تعالى برامج كان وقصيجار وقصي شعب الصومالية يسدي أي قيب وقاد الله هين دبوس كاس أنك هذا الله صومالين تا قيبها كل دول إذا ما ذقلب كسيدا طيب يو أجب أنت كقيب قاد شراسي وحلوجا بهني هيدت كدبده الجوجا يقو بدل كجوجا أو جن عصتلو وهريان باهية هاسي حتى أصل أي كشيء كان يسوء لقبه إن لقى قاطو دبوسونه وأنت ما دخل وجو باقي سنة شعب الصوماليات وامد مركز تا إسقرفتا جودا لقى باهية هاي أصل يفرحان أو برامج كان عاو مرتقوا وح قيبت هذا وبقى هذا كرت هذا وذا قدرت كتليفون هذا أو هذا بهلك أجوكتو تليفون هذا شاشة دا كم وقت دا نقدر سعره كرتو فكر يعرفتي إيو هذا بوحي أذى اعتبرت هذا أي تهي هذا قيب وقى هذا نهاية تقول هذا إذا ماذا قلب كسيدا قيب هو ذكر الدول مركلة فرحان يا أصل سود وهذا مركل حقة دولة الصومالية هاتن وح أي إذا ماذا تضباط كان وحي تضباط كدو تضباط يدي هوريطة ودولة الصومالية محلو ريك تجاريد إذا ماذا أي ودو ذو سروا وقع ذي كريسو أي دولة القدر ولا لها دولة لها لو صاحب كلا الصومالية كم تاي كديت لي الأسد إلى إحدى الجاريد كدجال عن حفظ كريم أي دولة القول الجيم حيك بدل كري أنا إسمي ذي هين صومالين تلو وجرو دبوليسكا تغير الحين هذا فرحنا وقرارنا. إن سؤال واحد ويان وسيدي أنت تليه مع التهيل ولا أو اسمه دكتور شيري يوري قلبك إيوه بحين ما تعجبك أو عيدك أبهنا يسرون هيسن قلبك عيدك الصومالي هذي يدو فأنا بقلبك وبدن هيسنا عم صوت أي كهر مرا. صوت يعني صوت بيرن هم تود يدرك إن هيك أبدا شيء عن يجا هاي إنه محرين يعني. مركا كون كان سيد وحوان وبعدي لقف باجرا كل بافدنا مركا حدي ما دام اي هلان قلب كي اسرقها انا نحبت كريم يجي وكل كي هربا يجي او غان مرن ما حن مدح مرن اي كو اردي ما انت ان قلب كا هلان وما ملينا ان بلا اما ساعده غير دونا وحن رجينا بقول كي بقول رجع اني اصلي ان سو عربني تركسون لوو توبري حاليًا وده اللي لي أب أفرح صناعيًا ما دام هيديار ويجين أو يكبر حين تبى بركي أو حول قل قليان حول قل كينا يكون قلان قلب كان مارت عصر جاي أدوك يعني كل رجس ماله رجيا راي مالوين كسيتي قدراس قدرت كي سوسيان قدراس مو بمعنى يا صوته ده كمهر إيمان كران يدو كل كي هربا هاي كأي مارت كم نتيجين أما نفتو ده هلابيًا ما أنت وحوي نفتو ده روي بالبالسة iyagana wala dhameeyna marka raga wala lahay geedaha hoos jooga ee kanaacad cunayso ee aanan dhaqtarna haysan ee caawimana haysan ee dadkii qandaraaska soo qaateena ay kaga baxeen dalkooda u baahan dadkooda u baahan in dadkooda dib u dhigo duuban
inay buuqani naga daayaan dadkeenu si uu adduunyada ugu horumaro oo u socdo waxa caqabad ku ah dhalinyarta geedaha hoos joogta waxaan gacan maslaxeed iyo hadal maslaxeed iyo fikr maslaxeed iyo weji furan iyo qalbi furan aan ku soo dhaweynayna oo madaxweynuhuna hore mar walba ay u furanto albaabku intuuna albaabku xirmin albaabku inkuu hoos buu socdaa marka albaabku intuuna xirmin soo dhawaado leh way asli bal ka waran haatan ciidamada qalabka sidaa waxay xurguf dagaalo aada u adag kula jiraan milishaadka dhexsada ay kooxda al-shabaab baarsan guuni iyo araareeb jubbada hawse iyo jubbada dhexeba waxaa ka socda guluf colaadeed oo ay ciidamadu kaga hortegayaan cadowga iyadoo dadaaladaas iyo hawlahaasi ay jiraan gaadiidkan dowladda soomaaliya ay ka heshay walaalaha qatar maxuu ka bedeli karayaa dagaalka lagula jira argagixisada wallaahi waxyaabo fara badan buu ka bedeli karaa sababta waxa weeye gaadiidka gaashaaman ee casriga ah ee noogu deeqeen walaalahayaga khayr allah siiyey dowladda qatar runtii waxa weeye waa wax lagu farxo weeyaan markii xeel dagaal la yiraahdana waxa weeye haddaadan qalab idaas oo kaleeta adan haysan way adkaanaysaa haddana waxaa loo baahan yahay waxaan waddankeenna badanaaba ka dagaalamaya waa ajaanib weeyaan waa ajaanib weeyaan waxaan maartay dadkan saan la leeyahay waa farkutiris weye inta soomaalida ajaanib baa u badan oo waddankeena ka faa'iidaysanayay burburkii iyo dhibaatadii ka faa'iidaystay weeyaan marka maxaa loo baahan yahay soomaalidu inay midoobaan in ay soomaalida shacabkeena dibad iyo dalkaba ha joogaane siiba qurba joogtaan aniga aada ula hadlaya caawa in maartay aan dowladdii keliya aan lagu hallaynin in dowlad oo na taageerayso ama waxyaabo noo tabarucaysa inaan lagu hallaynin beginka ilaahay ma jecla yacnii gacan horsiga ilaahay ma jecla subxaana watacaala waxaa loo baahan yahay waan karnaa oo waan karnaa oo waan karnaa soomaaliya hadday midaysanto midnimada ku dadaalaan in isu tagaan ay taakuleeyaan ciidankooda wax kasta maartay qalabka ay diyaariyaan asli uu kugu soo laabanayaa isla taakuladaas dadka ka qayb qaadanaya ee qaada telefoonada ku jira ayaa soo dhaweynaya membarka raba inuu aad qayb uga qaato taakuladaas iyo ingiriiska ayaa ku jira haatan halo asalaamu calaykum calaykum asalaam oo taakulaynta miya saa soo dhawow si toosa ayaad ugu guda jirtaa barnaamijka walaal soo dhawow halka aad joogto iyo magacaaga iyo fikir iyo aragti wixii aad barnaamijka ugu talagashay inaad nagu beeriso oo waad mahadsan tahay aniga barnaamijka awalamaan soconin waxaan aada iyo aada u danaynayaa macnaha inaan helo taakulaynta macnaha ciidamada rabo inaan ka qayb galo so taleef waxaan rabaa inaan ii qorto wixii maaragtay qaabka wax loo diro iyo waxaas in la ii qoraan rabaa tahay walaal marka hore waa kusoo dhaweyneynaa marka xigana shaashada barnaamijka intuu ku guda jiro waxaad ka dheehan karaysaa akoonno la xiriira hadba wixii aad ugu talagashay barnaamijkan taakulada taakulaynta ciidamada qalabka sida aad ugu soo gudbin karto taasoo ay guddigu la xiriirinayaan in ay gaarsiiyaan waxii aad ugu talagashay adigu ta qaybtooda ciidamada oo ay barnaamijkan taakuladu waa mid lagu aruurinayo hadba wixii adiga dadka kula asaagaa ah ay keenaan in dibuliska ciidamada qalabka sida inta loo aruuriyo baahiyahooda kala duwan hadba lagu daboolo marka barnaamijkan taakulada ciidamada qalabka sida wuxuu leeyahay beji gaar ah oo aad barteena facebooka ka dhex heli karayso kaasoo hadba kugu xiriirin karayo lambarada iyo akoonada shaashadana waad kala socon kartaa inta barnaamijka uu kula jiro maya asli baan rabi lahaa inaan taleefonkeeda ay siiso saa iyada looga xidhiiro walaal halo waa ka xunnahay wuu go-ay qadkaas telefoonka asli sida aada aragtaba dadka soomaaliyeed qurbaha dardaarankaagu fariintiisa inay gaartay ee badan tahay oo jawaabahoodu ay cad yihiin bal ka waran isu imaatinka bulshada soomaaliyeed ee dalalka qurbaha iyo intii aada la kulantay maxaad aragti iyo fikrado iyo dadaal intaba kaaga muuqday ka qayb qaadashada taakulada xaggeeda ah
والله وحا إيغا موقتي ومد ويب سلادي ديارنا ويهين إن دل كودة مارتا إي نبديان إن عيدن كودة إي إسان إن عيدن كودة إي تبرعاني مارتا تاكوليان ديار بويهين حد أنكولاها اللي أنا بري السفر بانحي إن إنك سوكسي حكنيشان عشو إن كلالك لقاع الزمن تقدونا كدب وحن كوجهنا هاي ساط أفريكا وكونا قنايا إن مقالة كيب تاون جريدة سيسويسة أو ديار هورانا كل هورانا آدر دارن كغارسيس وغارسيي وحن كبلان قادة إنا نقصر نغضو ساسة دب أن خصب وطح إنا نغضو ونجالية دي هادون أبان ديغو وحيابها الريالة تيقع ay dadka u bisiliin ay rabaan in sida ciidankooda ku taakulin lahaayeen runtii wax way dadka way rabaan waxa ku yara jaha wareereed maarta xogaa ay maarta in accountadii farax badnaa laakiin hadda hal account website baa jira aw hadii ilaahay in intaanan bixin barito I will make sure in a Facebook soo geliyo website ka barte in address kiisa ay geli karaan iyo account number ka kala xiriir kara information ka dhan ha iyo in account number ka oo maarta ay ku soo shubi karaan taas I will make sure in maarta ay helaan on Facebook aan geli hadii la raal ka noqdo aad u mahadsan tahay haddii inta maalmaha kooban aad xamar ku sugnayd waxaa tagtay xariyooyin kala duwan oo ciidamada ay leeyihiin iyo kuwo haatan tababaro ciidamo uga socdo oo xirada Turkiga ee jasiira ay ka mid tahay maanta ugu dambeysan ciidanka cirka ayaa booqatay xaruntoodii baahiyaha aad leedahay dadka Soomaaliyeed qaybtooda waxa haday ka qaataan waa lagu guuleysan karaa ee aad la kulantay ama aad aragtay ama haatan u baahan yihiin in ciidamada mararka ugu horeeyay in gacan laga siiyo aad noo sheegi karto maxaa ka mid noqon kara ama aad rabto in aad dadka Soomaaliyeed haatan u tagayso aad rabto in aad gaarsiiso la wadaagto waxa ka mid ah in maarta sidii askarta askariga dariska xiran ee qoraxda taagan ee quriga haysta ee dirkiisa u dhaartay oo u dhimanaya sidii loo taakuleen lahaa oo mushaharadooda loo kordhin lahaa iyo waxa way waxa igu sii dar shacabka oo ka codsanaya in maarta iyagii maarta ay isxil qaamaan ay markay arkaan askartii oo milcad ee qoraxda taagan inay at least way karaan way awoodaan biyo qabow intay soo qaadaan sharaab wuxuu doonaha aadan biyo cad aad oo xiran ciidamada ammaanka sugaya inay u qabay in la waxa ugu tacawun cal bir wa taqwa wala tacawun cal ithm wal udwan ilaahay subhanahu wa ta'ala in la iskaalmay waa waajib inay biyo siiyaan maxaa keenaya markay arkaan shacabkoodii oo kaalmeynaya ciidankoodii biyo qabow siinaya ka kurboonaya oo jecel yahay niyadda u dhisayaan way ka sii laba jibaariyan iyagana in niyadda loo dhisad muhiimadda waxa weeye in askarteennaas oo halkaa taagan ee dalkoodii dadkoodii diintooduba u dhaartay in yacni maarta moraalkooda kor loo soo qaado ayaa aniga aad iyo aad iyo aad muhiim iigu ah farxaan marka waran dagaalo ayaa jira al-shabaab guluf colaadeed ciidamadu ay kala hortagayaan oo jabada dhexe maanta dagaalada ka dhacay ay ka mid yihiin oo lagu jabiyey la jabiyo ka tirsan al-shabaab maleeshiyaad duulaanku ahaa in ay ciidamada isu diyaarinaya in ay guud ahaan ka nabadguuriyaan xeryaha ay ku dambeeyaan oo jabada hoose ay ka mid tahay deegaanna ka tirsanay haystaan ciidamadaasi maanta dagaalkii lagu soo qaaday jawaab ayay ka bixiyeen lus marka waran dagaaladaasi maxaad ciidamada ku bogaadeen dhaqdhaqaaqa waxaa su-aal bilaabay wax weyaan dowladdii turkson lagu tababaray ee u baxay turkiya ee soo noqday howlgal ayay galeen marka iyo ciidankii hore ee joogay marka raggii wax weeyaan waa gacan ku kabata deetay waxa weeyaan qofkuna marka la goonka marka la gowraco deegaanka meel walba madax la dhaca marka waxa weeyaan raggani haddeetay meel ay haystaan oo istaraatiiji uu la doonan karo oo ciidan shabaab halkaa jooga la oran kara ma jiro waxa weeyaan waa rag saddex iyo afar iyo waxa uu wada socdo oo meelaha jooga marka waxaan u malaynayaa haddeetay inay maalta sheekadoodi soo gabagabowday ina wixii laga sheekeeyay ama aan maanta halkan aan u fadhino ciidanka taakuleyntiisa ay tahay sida asli ay u sheegtay inaad baryootan loo baryo dad kale maaha soomaali sidii soobe afriqa tobankii iyada isku tashatay marka soomaali inay isku tashi karto dhaqankeenna ahaan jiray ninku markuu badbaadiyo uu safrayo
ما قادن جيري وحو كو تشن جيري ليرها وسيوين سو مرحا ويان انغا دخن كينا دين تينا سيلتري دخن كينا ايا كو سليسان با ان اس عاون او ددكو استكورين او وانا لو اورن ايا تاهي اسدان marka boqtiirada qulan la inay qabiil ka loodanay ba la ayay adag ugu soo adeegsadeen tiina way damaysa wax weyn imika Soomaali way bislaatay kii hun u sheegay kebeen u sheegay way kuloogtay wax magaratadan yar ee social media ha wax qaldan ka fidisana wax weyn inta habaar ku dhacaysa malaad ay wada washan wax la ilaahay ku imaartay sida qaldan wax weynay waay wax weyn hooyada iyo ilmaha yar iyo inanka ee iskuulka mustaqbal dalkan ka sugaya nin kale waxba kama jiraan oo dalkii waa lagu kala tagay ama habar iyo habar baa loo kala baxay wax weeyaan habar baa ku dhacay ana waxaan uga digeynaa kuwan maartay way galbaday shabaab kale leeyahay way galbadeen social media kuwan ku jira ayaa shabaab iyo unaha wax weeyaan inay wax Soomaali isku soo dhaweynaya oo walaaltinimadeena inoo korinayo oo diinteena inoo korinayo oo dalkeena inoo korinayo inay ka waramaan baa fiican waxaan arkaa ama fahmay dadka abuuraya arqaladaha la xariira mucaaradnimada oo arkay wax ka dadaal kasto socda in ay xumo ku beddelaan way yahay asli ganacsatada Soomaaliyeed doorka uga bannaan maxaad uga sheegi kartaa ka qayb qaadashada dibloomaasiga ciidamada qalabka sida wax weyn baa looga baahan yahay ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha ama dibaddaba war walaalayaalo waxaan waa adduun waa laga tagayaa adduunkan waan ku imtixaamannahay alladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka waxa weeye waxaan lacagna way dhammaan lacag waa la samayn karaa way ku soo geli way bixi laakiin in sharafta laga xigo in lacag god kulama gelayso laakiin ilaahay markuu maarto uu lacag kuu dhiibayo ganacsato ama xoolo fiican badan ku siinayo bilaash uguma siinayo waa ku imtixaaman tahay waa lagu xisaabtamayaa inaad the right way aad ku sameyso ama inaad meel xun la marto marka waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dib u dhiski dib u dhiska dalka waxa ka horeey dib u dhiska ciidanka ammaanka la sugo markii ammaanka la sugo oo ciidanka la dhiso marka wax kastaba waa iska step by step iska daba imaanaya laakiin waxaan ka codsanayaa waxaan waa adduun waa laga tagayaa waxaan waa lacag inaad lacagtiina hurtaan oo aad u hurtaan dalkiina iyo diintiina iyo dadkiinaba aad u hurtaan oo aad taakulaysaan ciidankiina haddaynaan ciidankiina aynaan taakuleen yaad ka sugaysaan dowladdii budget limit bay leedahay dowladdii keligood xil looma saarin waa madaxdanadii waan daba soconnaa waynu hogaaminayaan laakiin ruux walbo Soomaali ah waajib muqadas bay ku tahay inuu ciidankiisa dhisto ammaankiisa uu ku dadaalo siduu waddanka nabadgelyo ugu soo hagi lahaa waa waajib ina saaran laakiin waxaan leeyahay haddii ganacsatada ay la yimaadaan intay dhexdooda xitaa ay midoobaan ay midnimada ku dadaalaan way samayn karaan iska daa dadka kale shacabka taakulaantii waxaa soo ururinaya ayaga ka badbadan waa haddii wanaag jiro niyadsan lala yimaado soomaalinimo wadaninimo wanaag haddii lala yimaado wax xumaanaya malahan waxaan idin leeyahay inaad gacmaha isqabsataan wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaruqu buu yiri ilaahi subxaana watacaala in gacnaha la isqabsado xargi ilaahay la qabsado alla talada la saarto marka wax xumaanaya ma jirto laakiin maartay dadkan maartay muxuu ahaa fadhigudur maa la dhahaa maa qaarlo oo balaayo xumaan un sheegaya oo negative wayga un shaydaan wey waxaa shaydaan ba horseedaya negative wayga un kusii socda oo rabo ummaddii inay jahawareeriyaan oo rabo ummaddii inay balaayo waxayna jirin ka dhaadhacsiya war ciidan lama hayo ciidan ma jiro bay ku leeyihiin subxaana allah afkay ku leeyihiin berina way ku ammaantamaya waa ceeb weyaan shalay afkaad ku leedahay la walaa ciidankan wasa haddana hadalkaas ka maqlaysaa isagii baa isburinaya qolkiisa baa isburinaya marka looma baahna dadka in niyadda loo dhiso qolka wanaagsan maartay afkaaga la baro ayaa wanaagsan ciidankaagina inaad dhisto ilaa waa waajib oo ku saaran weeyaan marka insha allahu tacaala soomaali way bislaatay wayna rabaan intana waa in yaroo far ku tirsa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala allah yahdihum baan leeyahay allah ha soo hadeeyo mahaba arayna allah soo hadeeyo insha allah asli waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal dad badan ay isweydiinayaan waxaad ku digan xubin muhiima ugu tahay waxuu sheegada ama gaarsiinta mas-uuliyadda xubinnimada la xiriirta taakulo sidii ciidamadu ay u heli lahaayeen dalalka qurbaha
dadka dibadaha jooga waxaan wada ognahay in ay dalalka ay degan yihiin jaaliyado ugu samaysan yihiin oo ay hadba iska warqabaan. idinku markaad dibadaha aad fariintan gaarsiinaysay wadamada dhowrka ah aad tagtay, fariintan aad u tagtay, ma jiraan guddiyo aad u saarteen in ay ama aruuriyaan wixii hadba dadku ay heli karaan ama wacyigelin ka sameeyaan bulshada dhexdeeda ee aad uga soo tagtay oo aad maanta isdhihi karayso haddaad ugu laabato iyadoo horumar laga sameeyey xagga aruurinta taakulada ciidamada iyo wixii ay ugu talagaleen dadku waa ugu tegaysaa? Aha, in sha Allah waan rajaynaynaa. dowladda ma taageerayno, haddana waxaan dhahay war mucaaradka naftigiisaan barabaa igu yeera, kuwa raadinaya waaba iyaga eh, soo soomaali ma ah igu yeera. Marka wallaahi billaahi si sharaf leh mucaarad iyo maxaafadba waa meesha waa lasoo buuxsanay. Markaan la hadlay oo aan ka dhaadhacsiiyey, wallaahi billaahi yacni dadkii oo dhan ilaahay baa muqallib alquluub ah, ilaahay quluubtooda wuu bedelay, quluub wanaagsan bay la yimaadeen. Markaa waxay ballan qaadeen inay guddii dhexdooda ay iska saaraan oo ay iyagii dhexdoodii ay inta iska soo ururiyaan lacagihii. Waxaana ku encourage gareeyey inayna dhicin in lacag un inta maarata fundraiser camal hal mar la sameeyo oo hal mar lasoo diro laiska ilaawo. Waxaa ka wanaagsan markay joogtada wax laga dhigo, bil kasta qof walbaba inuu yiraahdo ama $10 ama $100 baan bixinaya ama $10 baan bixinaya, that's much better than inta hal mar inta hal urur oo hal mar lasoo diro haddana laiska ilaawo. Laakiin joogtada ayaan aniga aad iyo aad ugu wacyigeliya, joogtada aad bay muhiim u tahay. Wax runtii wax tari karta ciidankeena, wax tari karta weeyaan insha Allah. Jaaliyadaha kalena waxaweye markaan meesha tagnana dadkii jaaliyadihii community leaderski yaan la hadalnaa, iyagii baa ilaa annaga ma naqaano dad Soomaalida meesha joogta markay gaarsiiyaan oo dhahaan ruux saasaa yimid, runtii Soomaalida aad bay isu jecelyihin, waana jecelahay ayagana way jecel, anna waa jeclahay runtii. waxaa Soomaalinimada waa cajiib, Soomaalidu waa hal qoys, wallahi hal qoys baa nahay. Ha arkin waxaan cadowgan maartay kala qoqobeynaya sidau walaalkay Farxad Xidig uu yiri oo kaleeto, yacni cadow baa qabiil aan noo adeegsa waa run. waxaan maxaa qabiil muxuu sheegay hooyada ay aabbaha ku dhalan qabri kula geleen, qabiil muxuu sii sheegaya? ilaahay li tacaarufu buu sameeyey laisku garta keliya. laakiin Soomaali hal qoys baana. hadda inteena hadda saddex ma nahay, ilaahay baana afuray subxaana watacaala. hadda iswareysano wuxun baa laisu noqonayaa dad hal famila kasoo jeedna, hal qoys baa nahay. marka anagoo saaca waa cadow waxaa kala qaybi oo xukunti cadowga weeyaan, ma aha Soomaali dhexdeeda. laakiin Soomaali maxaa loo baahan yahay? inay ka baraarugto, inay intaas maarata ay ka maskax wanaagsanaato, ka fikrad wanaagsanaato. waxaa xun oo cadowga wadana ay dhinac isaga moosaan, ay iyagii isu yimaadaan sidii lagu yaqiinay Soomaalidii hore. waayo Soomaalida markii iyagoo dagaalamaya ayaa haddana cadow markuu kasoo duulo dhan bay uga soo dejiisan jireen. maxaa damiirka ka qaaday? haddase damiirka ilaahay wuu soo celiyey insha allahu tacaala. mid baynu nahay, midnimada ku dadaalaynaa insha allahu tacaala si ciidankeenii berito ka maalin intaan noolna aan aragno ciidanka kor usoo kacay, tayadiisii kor usoo kacday, xoogii awooddii uu lahaan jiray insha allah waa ku soo noqonaynaa. waxaana daliil nooga ah markaan xeradii turkism aan booqanay, runtii waxa weeye iyo wiilashii ka yimid turkiga saraakiishii ka yimaadeen ma malayn karaysid, wallaahi billaah wax lagu farxa weeyaan. markaa xasuusta ilinta soo dhaw, ilinta oon oo si xun aan u ooye ma aha, farxad awgeed ayaa ilinta iga soo daadanaysaa. sababta wax weeye waa wiilal yaryar, dhallinyaro maskax fresh ah, ha qalbi saliima leh, yacni si u habaysayn mentally physically wax kasta sida u habaysayn aad yaabaysid. marka alxamdu wax lagu faanano weeyaan, dalkii haddaad Soomaaliya moodeen inuu sii liito wuu socdaa, horaa loo soconayaa, hangaraarac lagu uma dhutiye horaa loo soconaya, horaa u soconayna insha allahu tacaala.
فرحان قيمي دبي برام شيء سو قرني بالكورن حتى محا جد جوهر قريتان إيه مركي برام شيء كان وبلاوضي كصومالي محل كلو ذاك كرتا هذبوح يدين صور قل حاجة وعي قل أنت إيه بلش قارسين أنت جذها ذلك إيه وعاد حبني كسرنا كم ذا هاد أدمو إيه قبش ذي هذبوح اللي هلي محا كهر قري وعاد ملو ذاك كرتا شكرا لما أنت هوا كفتني بمكوري سنة واحد جرتا نحن هذا ما سوق هذا كان كبير جرا إمكا أنا نور وين ما كان ده دل نور وين بقى هذا مكا كل كي يروح سلين هي أما نور وين سيدنا وكلا فدين عفدي إذا نسق جل وين واحد كسر أما هذا بقر كإمكا حكومة ذلك كم حرال والله هذا مكا بقر كا نور وين مكا حكومة ما بقول من ماذا أي سن أقى ما أرد أستانتا دل كلا ذلك كان دل ما أرد ذلك كان سو مركا حويا إن جانا شكيرو عن سعني معلم ما كم إذا أنا بدرج مرة يبا أسكر باي سانتي لام يوم مرة هي مركا ننحل لبانا ويزجرنا يعني مثلا ننحل لبانا والطريق مرة يبا سكنا مش السوم مرة يبا لويدي عيد جنا لبانا ده وجه قلنا ما جرنا يعني سو مركا سميري وعيد واحد كارتي وسويله كلو ريك بليه soo marka ninkii wuxuu yiri markii lacagti loo dhiibay farxaan reerkoogi ciidankii uu ku fardhiyay marka ciidankii anoo xildhibaanana way celiyaan isagana way siida waxa weeye baashna hadii ninkan uu bandiga loo dhiibay la sheegay hadii lacag la hawlin ajnabi soo baxo warniyo inaan filinka kale ino furane filinka kale inta naga damaanayo ninka haday dadkan ino yimaadaan ninkan waa reeb lama oranayo soo marka xawayaan de waxaan uga soo hadal qaatay boqorka nooway ay wulibana wuri adeecayaan waa dal kale looga soo qaatay soomaalina sidaan isku dhaanto ciidankana ina maartay waxaan aan hawshan la wadana de waxa weeyaan malaha dhagaha laabta u dalalay soomaali waxa weeyaan hadii labada cishadii uu استهلاكان مدحوينين قرن كم عبد الله فرماش وبلعبه تقضية ما رجع العقد عليها إلى هاي محدودي بي لبا مليون بين مركبة أوكانه وبلا هذا لا صمك حويان أيضا كان مرا لبا وقال هذا سعنا وكفرنا أنت دع عدا وعد ذل كان إنه سركها شعل بكبدا أنت أني كلا دم غير way farxaan marka hadda hirgalka agiisa waa way do wadaalku socdaa boqolkiiba boqol walibana wuxuu ismaanaya madaxweynaha isku habeyn wajiga ka duwan ayaa iman doona marka dadaalku uu badan yahay insha Allah way hay asli waqtigu aad noo kulaalay awgiis waxaan rabaa inaan su'aashayda ugu dambeysa ku weydiiyo doorka dumarka ka warran asmiye qurbiyey tagtay dad badan la kulantay دمركو حالي رح حجر رجع على 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 الجلعيه ما كحماسة بدينه مركب دلكي أو عيلن كيسي دبلود السيد دورك دمرك كجبنا أما كيقر قادن كران أما دلك عادكو أركتي ما حد يقولش إيه كرتا والله أدبر وما سنت سؤال شيء نويدي سوى سؤال مهم أوي يعني دوتي دمرك وعجيب دمر لأنتي سنة ما بنورانا كرتان بقى ما أنا كفتمي والله إني نولان كريم يا من رجع أو فريد مركا أردتو يا كدن بي فريدت بقى كدن بي سبا آمين إن شاء الله مركو حوي إن رنتي وحوي هوينكا كرتي بالليهين ملك سيجوجان وهو بيزنس كذا ده تبتو إن جوبل كامينا صورو كليتو سيف especially مينيابوليس مقالبة إن مورال فربنا بيسومانه دليه جانا حسيتو ده أنت مرويان دبي أدا تشاينا أدا ملك سي أدا يعني كرتيدو ده يروح كلا وذا مركز وتبتو أو تأكلين أما وفلم أما ارتحدي دونيشن بقوي مادو أيوة وهريتو مركز وصوصة بيسنا يا ها لكن نكي إجرا رالي هذا لقد ما يابو ستنجز ويا رجع لكن دو مركا وديق سيال ويا وينا بحينيان وحينا كبحيان وحلا طابن كرو ووناق سيد عيدن كوكلي سي قصو حالا يا لك هذا ربا وفيرسو ومركي لبادو ان لكل تلفونك ان لقلسو قيب قلان
رجع وفر كتيرس هواي وين واحد وسوي ذا قليا هكا سكاجة عدا فوزام هكا سينك عدا هاي دومر كوا عجيب ملك صاد ماشي ما أصعده كان عصير ما صارك دومر بعوبنا ملك صاد دومر بعوبنا يجي أرضية أما جورجينا هوش نقول درته هي كمان نقول درته العد محي مركل هذا دومر كبار العقد بده بحلي لكن رجع نو 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 وأنا فكرت مركب حاد باقة هذا اسمه الجرب مش هذا الصوماليات مادام تسفر غيتها محات وباقيسة إن أي قيبتو قف كستا وكذا قاطو دورك كذا آدم دي ملسك عيدم هذا وفلنا وحان كقيب قادنا يا آخر الله قصية ومباق قدر يا سومالي وين رقية دمر با إخرالي عرور لنير قد سيبر لنير الله ليا لنير دو أقف مستقبل كدالك وحوي وحان دين دير يا فرنتان وربولا ليالو أما ما موينو إنا فردقة كتعدان إنا إسحلقانتان إسحلقان كوا مهم وي معها إن اللي قدروا وحالينين محوة أما ما دي فردقة أركا لو مثل جوكسدو سماهم يعني إذي كون اللي دين مطل مامي كان سمايا تاكولايا تاكولايا واد أجيدان ودنكي واد عيقو التانية حلقة أنكو جنو واد أجيدان وحالي دكا عصانية إنا تكتلي ديسان وأتكلم لسان ده كان أجانبك أما سنتلمشن أرديسة إدن تنو قبة دن دن بينو قبة يعني إنا كم مارنو هدا دوني سان إذيك ويتاكلنا توحل نكرم إذيك ويدرك ونسي دي سوحل نكرم إذيك ويناقي نبتكليه دو ودنك ودد كوسو يجيدك وعيك ويان كالا دنبين جراركية دي وحيسين هو يقيني إذيك ويان مركا وحنا إلهي سبحانه وتعالى ونغو إيقيا ونفيرنا يا قفل بابا سيدان آيات دي هدا يدو سعوز كذيبا يعني قفر بوحو كلا كل ما وناك مركز سمي صادات يمط وناك بقوس عني أجر بقوس عدوى صدق جارية لكن مركز بحمان ونقول نيجاتيف قبل قطو عدات يمط إلهي بحالك أقول والعياذ بالله مركز وحن إذن الله هاي ميدوبة ميدوبة عن إذن الله من نمد كد ذالة أو كد ذالة كنا فكرة إن دل أما شيشية أما عيدا شيشية إنه نوضنا كمرنا بيدين السنين أما نبت إدين دلينين تامس كحد كوهية كا 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 عن إذن الله وبرارقة ومدوبة إن شاء الله تعالى وحرجينيا وحن هذا مدد كذا بسون إمادة ديلا وحنجعلها إن جولاي صون نقضه إن مارت أنت إنك ونكسر عن قارن إن شاء الله هذا آه ما تصمت هاي وحيا هاي أسلع هذا وبرامج كان قلت بجليسي إن شاء الله وحن رجينا إن أي سمحوا تبتو سنفر ونكسر لما وصل الله بتو فرحان هذيك أي برامج كان أسيقنا نقوه لي ونقلت بجليسي برامج كتاب كل هذا إذا ما قلب كسده وعند الناس الرسيني أنا قاعد شغل معلم محمود أنا جاي صاحب بدي جالق قريبة أنت عس أيون وقعد يني هاي تاني برنامج كان كيس خلي أنت عندي بقول كل بدونه وحنو لين هاي النقد الله كوجيو إمام أصلي يعلق بدون يسوع ما لنا الله نقص عليه تاني برنامج كليته ما رجل ينادي من الكرات يا مال الله Oh,